اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. على جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، وخليها سمك. يوم الاربع من كل اسبوع اتعودنا من اول ما بدانا مع بعض اكله امي بنعملها سمك، ويوم الجمعه بتتعاد بعد الصلاه مباشره بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على القناه الاولى والفضائيه المصريه. طبعا من خلال السوشيال ميديا بنحس طلبات حضراتكم وبنلبيها مباشره. النهارده هتعمل لنا ايه سمك يا شيف؟ معايا النهارده السمك البلطي من خير مزارعنا، بنصدره للدنيا كلها من الارض الطيبه. البلطي بتاعنا بتحس ان فيه عسل كده، طعمه زي العسل، فانا عايز ادلعه النهارده واعمله بالدمعه من قلب الريف المصري والصعيد المصري. الدمعه لها اصولها ولها تقاليدها ولها التركايه بتاعت الريف المصري. تاخد معلقه زيت مع توم مع معجون طماطم وحب كتير، والسمك يعوم فيها بعد كده، بس نعومه مقلي ولا ني في ني؟ التفاصيل دي هنشوفها في الحلقه ان شاء الله. معانا جندفل النهارده هنعمله مع المكرونه بالكريمه. جندفلي ليه مشاكل كتيره مع الشوربه. الجندفليه لما بتشرب رمله او الصدفه، لان طبعا الجندفلي ده من القشريات زي الكابوريا زي الجمبري، بيتعرض للرمله بتاعه البحر، فالرمله دي لما بتشارك في طبق الشوربه بتقل مزاجنا وما بنعرفش العيب فين. فنعالج المشاكل دي وازاي نعمل مكرونه بالجندفلي. معانا جمبري النهارده واخواننا في الاسماعيليه وفي دمياط والناس اللي انا بحبهم، هنعمل لهم النهارده الملوخيه بالجمبري، وانتوا اشطر مني في عمايلها، انتوا اللي علمتوها لنا، اخواننا في الاسماعيليه صناع الرجاله والدميطه واسكندريه، ملوخيه بالجمبري مشهوره عندهم. هنعملها النهارده مع بعض ونشوف ايه التركايه بتاعت المغازي اللي تخلي طعم الملوخيه بطعم الجمبري، وطعم الجمبري بطعم الملوخيه. هنفك اللغز ده ان شاء الله مع بعض من خلال الحلقه. ولكن الاكل الحلو ده واللمه الحلوه دي ايه نتوجها بايه؟ نتوجها بمشروب لطيف حلو اسمها الليموناتا او الليمونادا بالسكر وبالنعناع. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. دي ما بتنضربش في الخلاط، بنعص الليمون نقطع عليه نعناع نحط عليه مكعبات تلج ونقدمها على السفره بتاعتنا. تعالوا مع بعض نعمل الليموناتا بتاعتنا، نشوف نعملها مع بعض ازاي. بيكون هو سيد السفره. حلو قوي، مقاديرها على الشاشه. حلو قوي، الليمون معصور معانا ومعانا تلج. حلو قوي، الله ينور على المساعدين بتوعي، اللهم صل على النبي. ومعانا الليمون ومعانا النعناع ومعانا السكر. هتعملها ازاي يا شيف وانا واقف مع حضراتكم كده واحده واحده؟ وانت هتعملها احسن مني برضو، خلي بالك كنت شطار في الحاجات دي على فكره. الليموناتا دي احنا اتعلمناها من امهاتنا واهالينا، كانش فيه خلاط، الخلاط ده لسه حاجه حديثه. احلى ليموناتا نرجع من المدرسه نلاقيها. نقطع النعناع كده. خلي بالك بقى لما تشتغلي في الليموناتا دي ما يكونش معاكي بقى بصل ولا توم ولا الحاجات دي كلها. تلاحظوا ان انا غيرت الجلافز بتاعي والجوانتي بتاعي وانا شغال واحده واحده كده. حلو، حط سكر. اللهم صل على النبي. حلو، عايز تزود السكر اكتر من كده براحتك. ادي الليمون معصور على الايد بالشكل ده كده، شيل دول من هنا. معانا ليمون شرايح بنقطعه طبيعي. نعم ست الكل، لا ما ينفعش، ليموناتا بتاخد سكر ما تاخدش عسل خالص. بيسالوني في الكنترول نحط بدل السكر عسل، نقول صباح العسل. هناخد الليمونه بتاعتنا الحلوه دي كده، سكينه ما تكونش قطعت سمك قبل كده ولا بصل ولا توم. الجمبري على النار انا سايبه خالص. العب يا موسى. ناخد الليمون كده ناخد التلج بتاعنا الحلو ده كده
شفت التلج نازل ازاي؟ قطع كده، هو ده الليمونات. في المحلات الكبيرة بيعملوه دلوقتي اهو. عصانس ليمون على تلج ويحط لك مشروب غازي. مياه غازية يعني، أنا مش هحط مشروب غازي أو مياه غازية، هحط مية عادية اهو. زي الفل. شيل ده كده من هنا. اللهم صل على النبي، وده مشروب لطيف اهوت. طبعا يتقلب بالشاليمو بالمعلاه زي ما انتوا عايزين. زي الفل تمام. حلو قوي. طبعا عينيا. حطي نعناع كده على الوش. مطبخنا النهارده سمك. وخليها سمك النهارده، ولكن بمدرسه المغازي بتقول البساطة والسهولة والمرونة هو ده هدفنا. خش المطبخ تصلي على الحبيب، عملنا البولتي من خير ما زرعنا بالدمعة. مدرسة الدمعة، معجون الطماطم خد الزعتر البري والتوابل مع التومة. عملنا كمان طبق مكرونة للأطفال الحلوين بالجندفلي والكريمة. عملنا ملوخية بالجمبري. بنوجه تحية كبيرة لكل أهالي الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط واسكندرية وطنطا وكفر الشيخ وكل محافظات مصر عشان محدش يزعل مننا، ولكن السواحلية هم أشطر حد في عمايل الملوخية بالجمبري وكمان كفتة الجمبري بالرز. رؤية فن إبداع. نشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.